السلام عليكم، حياكم الله مشاهدينا الكرام، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج منبر الرافدين بعنوان إخراج القوات الأمريكية من العراق وحقيقة من يرفعون الشعار. مشاهدينا الكرام، سيكون ضيفنا في هذه الحلقة الكاتب والباحث السياسي الأستاذ عبد القادر النايل معنا عبر سكايب، وبإمكان حضراتكم مشاهدينا أن تتواصلوا معنا من خلال أرقام هواتفنا اللي تظهر أسفل الشاشة أمامكم، أو من خلال الرقم المخصص للواتس أب واللي يمكنكم من إرسال رسائلكم النصية اللي راح نقرأها إن شاء الله في نهاية هذه الحلقة. مشاهدينا الكرام، شهد العراق في الفترة القريبة الماضية مناوشات عسكرية بين ميليشيات إيران وبين القوات الأمريكية، مناوشات وصفت بأنها عملية تبادل أدوار وتخادم بين الولايات المتحدة وإيران، ولا ترتقي لمستوى الشعارات التي ترفعها ميليشيات إيران في العراق والتي تدعي مقاومتها للاحتلال الأمريكي. من بين هذه الشعارات هو شعار إخراج القوات الأجنبية من العراق وتحديدا الأمريكية، لكن المحور الولائي لا يزال يعتبر إيران خارج قوس الدول الواجب إخراجها من العراق، رغم أن إيران متورطة في العراق أكثر من غيرها وربما حتى أكثر من أمريكا نفسها. ورغم عقد البرلمان جلسة لمناقشة القصف الأمريكي على أماكن تواجد الميليشيات في العراق، وأيضا بعد استهداف القيادي في ميليشيات حزب الله أو في ميليشيا حزب الله أبو بكر الساعدي، إلا أن هذا البرلمان عجز عن التصويت على قرار إخراج القوات الأمريكية من العراق بذريعة أن الأمر عائد للسوداني شخصيا. مشاهدينا الكرام، سنناقش هذا الموضوع مع ضيفنا الكريم، وأيضا بإمكان حضراتكم المشاركة لإبداء الرأي بشأن قضية إخراج القوات الأجنبية من العراق وتحديدا الأمريكية. هل أحزاب الإطار التنسيقي وميليشيات الحشد جادة وصادقة في هذه الرغبة بإخراج القوات الأمريكية؟ هل القوات الأمريكية هي القوات الأجنبية فقط الموجودة في العراق؟ ماذا عن بقية الدول المشاركة بالتواجد العسكري داخل العراق؟ لماذا لا نرى هذه الأصوات التي تصدر من الإطار التنسيقي تصدر تجاه إيران؟ إيران التي يرفضها الشعب العراقي، التي يؤكد الشعب العراقي تورطها أكثر من غيرها بإدارة الشؤون داخل البلد. ليش عندنا الإطار التنسيقي ينأى بإيران عن بقية الدول المشاركة والمتورطة بالتواجد العسكري في العراق؟ نبدأ بالنقاش مع الضيف الكريم أستاذ عبد القادر النايل. أستاذ عبد القادر، حياك الله. يعني بالبداية، لماذا لا نرى إيران تشمل بالمطالب المتعلقة بخروج القوات الأجنبية؟ يعني إلى الآن لما تقول أحزاب الإطار التنسيقي نطالب بإخراج القوات الأجنبية من العراق أو بخروجها، تذكر الأمريكية بشكل أخص، وربما أيضا تذكر التركية، لكن لا تأتي على ذكر الإيرانية. أهلا وسهلا بك أخ محمد وبمشاهدي قناتكم الأفاضل، وأسعد الله أوقاتكم الطيبة. من المعلوم تماما هناك عدة أمور لابد أن تكون واضحة، أولها أن الشعب العراقي ونحن المتكلم معك مع إخراج القوات المحتلة بكل أصنافها، كانت أمريكية أو إيرانية أو غيرها من المنظمات الإرهابية التي تتواجد وتتخذ من الأراضي العراقية مقرات وتستهدف الدول الجوار فيها أو تستهدف بقائها على حساب الشعب العراقي، وبالتالي نحن أمام احتلال مركب في العراق. هذه حقيقة لابد أن يعيها العالم، لأن العراقيين يعرفونها تماما. نحن الآن لدينا منطقة محتلة خارج إطار الدولة، وحتى الحكومة الإطار ذاتها لا تستطيع الوصول إليها سوى الميليشيات والحرس الإيراني، وهي جرف الصخر. وبالتالي يتواجد فيها أربعة تشكيلات ليست عراقية، فضلا عن تشكيل الميليشيات العراقية. تتواجد فيها الحرس الثوري الإيراني بشكل واضح وصريح، حزب الله اللبناني يديرها بشكل واضح وصريح، والحوثي، وميليشيات خليجية منوعة بحرينية وغيرها، وكذلك لواء فاطميون. فهذه التشكيلات حقيقة تحتل جرف الصخر ولا أحد يصل إليها بالمطلق. فيها طائرات مسلحة مسيرة عفوا، وفيها صواريخ باليستية، وفيها كلية عسكرية. هم اعترفوا بالقصف الأخير الأمريكي، قالوا قد تم استهداف الكلية العسكرية. ولا أعلم يمكن أن تكون كلية عسكرية في أرض لا تخضع إلى السلطات، ولو كانت السلطات
الحكومية جادة، هنا لا أقول رجوع النازحين، لأدخلوا جيش الحكومي بدل هذه القوات الموجودة، لكنهم غير قادرين، وبالتالي هذا تخادم وتعاون بشكل واضح. ثانيا، هناك منظمة البكك الإرهابية، هذه منظمة أجنبية لا علاقة لها بالعراقيين، جل أفرادها هم من الأجانب، وبالتالي يتخذون من قضاء سنجار وبعض المناطق الأخرى مكانات للتدريب وللقتال والاستهداف العمق التركي، وبالتالي نتكلم عن قواعد عسكرية أمريكية تزداد يوميا ترسالتها العسكرية، وكل هؤلاء قوات محتلة لا توجد بينها وبين العراق أي اتفاقية، لا سابقا ولا لاحقا، حتى الآن يعني بوجود هذه لا يوجد. فلذلك هذه الميليشيات لأنها مرتبطة بضمن محور واضح إيراني لا تريد إخراج الإيرانيين ولا تذكر الإيرانيين بأي شيء، لأنها هي مشروع إيراني في المنطقة، وبالتالي هي تتكلم عن المشروع الإيراني، وبلسان حالها هي ناطقة باسم الحرس الثوري الإيراني لأنها تابعة لها، تابعة له وتتدرب بمعيته، وبالتالي القرار قرارها، ويتم إعاز لها توجيهات واضحة للكلام عن القواعد الأمريكية دون غيرها، لأنه هناك معلومة ربما تكشف لأول مرة في قناتك أو في برنامجك الكريم، أنه حقيقة هذه القوات تريد إخراج القوات الأمريكية للطلب من القوات الروسية بالتواجد في العراق. تمام. لأنه إذا رجعنا قليلا 2017 أو 16 هناك بحكومة العبادي هناك اجتماع جرى في بغداد شكل على أثره صحيح. التحالف الرباعي ما بين الحشد ونظام بشار الأسد وروسيا وإيران. صحيح. أستاذ عبد القادر، عندما تفضلت حضرتك وذكرت الاتفاقيات الأمنية، حكومة المالكي وقعت اتفاقية أمنية مع الجانب الأمريكي، ووجود التحالف الدولي في العراق كان بطلب من العبادي بحسب ما ذكر الأمريكان وبحسب حكومة العبادي في وقتها، وأيضا موضوع الاتفاقية التركية الموجودة هي قديمة وتم تحديثها وتطويرها أيضا في زمن المالكي في فترة من الفترات من أجل القضاء على البيكيكا، لكن إيران لا توجد بيننا وبينها أي اتفاقية أمنية تسمح لها بالوجود في العراق، لا يوجد اتفاق رسمي بيننا وبين إيران، يعني أيضا هناك جزئية تتعلق بطبيعة الميليشيات التي تقاتل، هي ميليشيات عراقية ولاها إيراني، يعني إيران أيضا تلعب لعبة خبيثة وتقول لك أنا ما عندي قوات رسمية موجودة في العراق، وهذه الذريعة التي تخرج في وسائل الإعلام عن طريق المتحدثين باسم الميليشيات والإطار أنه إيران ما عندها تواجد، إيران عندها مجرد مستشارين عسكريين وأمنيين يجونا يساعدونه. يعني إذا ما نظرنا إلى توصيف الحالة، إيران مدت أذرعها في كل المنطقة. الآن نتكلم بشكل واضح وصريح، سوريا فيها قاعدة دير الزور اللي هي قاعدة إيرانية للحرس الثوري الإيراني، ويوميا نحن نسمع ويعترف الإيرانيون بمقتل ضباط وقوات إيرانيين داخل سوريا بالقصف الذي يطالهم، وبالتالي لا يمكن للعقل أو لعاقل بالمفهوم العسكري أن يقول أن إيران تتخطى العراق بوجود قوات لها ودون وجود قوات عسكرية في العراق، هذا من غير المنطق، لأنه حقيقة عندما تريد أن تذهب بسياسة قضم الأراضي وهو المفهوم العسكري المعروف لابد أن تكون لك خلفيات للدعم اللوجستي والعسكري والأمني من قواتك ذاتها، فالحرس الثوري الإيراني عندما يتواجد في سوريا من باب أولى يتواجد في العراق لأن يكون هو الساحة الخلفية للقوات المتقدمة في سوريا، فلذلك عدم وجود قوات إيرانية هذه كذوبة، وأنا أؤكد عبر قناتكم بوجود قوات إيرانية في القائم وفي جرف الصخر وتلك مناطق معلومة، وربما مناطق أخرى في ديالى كمعسكر مجاهدي خلق الآن الذي أيضا في ديالى أصبح ثكنة عسكرية خارج نطاق الحكومة الحالية حتى، وبالتالي تدرب الإيرانيين فيه نظام البككة وغيرها على الطائرات المستيرة وغيرها، لكن هذه الميليشيات المرتبطة بإيران في العراق هي الأذرع التي تنشئها النظام الملالي في طهران من خلال الثور الإيراني ذو المهمات الخارجية، هذه أذرع إيران، ولذلك إيران صدرت على وحدة الساحات وأعلنت أن الساحة العراقية والسورية واللبنانية هي ساحة ممتدة إلى البحر الأبيض،
المتوسط، وهي كلها في رعاية إيرانية بحتة. هاي من جهة. من جهة أخرى، ما شرعية وجود هذه الميليشيات في العراق؟ هل إذا قلنا أن هذه الميليشيات موجودة وهي عراقية وعناصرها عراقيون وهم متطوعون، والأغلب يعلم تماما أنه بسبب الراتب، ليست هي ميليشيات كحزب الله ولا أي جدا، ربما قيادتها نعم، لكن هؤلاء الشباب المتطوعين لو وجد لهم حلا آخر لما بقوا مع هذه الميليشيات، لأنهم مرتبطون بالراتب بسبب حالة الفقر الموجودة في العراق. وهذا ما يراد أصلا حتى يجندوهم. أحيانا نطالب بالحل، يقولون أنتم يعني تعطون المشاكل، وبالفعل هي مشاكل واقعية، لكن الشعب العراقي أو بعض قواه يطالبنا بالحل. هنا أنا أقول قناتكم، لو كانت الحكومة جادة في تفكيك هذه الميليشيات كما تدعي بحواراتها مع التحالف الدولي، مع الأمريكان، مع غيرهم، لكان حولت الوظائف لهؤلاء الشباب إلى منظمة FBS، حماية المنشآت، وكل في محافظته، وبالتالي حقيقة يعني راح يتغلبون على قضية أنه هؤلاء يمكن أن يرتبطون تحت شخصيات موالية لإيران. طيب. هؤلاء يتحول كل في محافظته على مديرية حماية المنشآت FBS، وبالتالي يحمون محافظاتهم ومنشآت الحكومة أو الدولة. صحيح. في تلك المحافظات، وبالتالي نجد حلا لهؤلاء الذين يستخدمهم أو تستخدمهم عصابات الميليشيات للتجديد لصالحها. راح أرجع لحضرتك بعد لحظات إذا تسمح لي أستاذ عبد القادر، بس نسمع رأي السيد أبو علي من واسط. أبو علي تفضل، حياك الله، رأيك بموضوع حلقتنا لهذا الأسبوع، أحزاب الإطار التنسيقي ترفع شعار إخراج القوات الأجنبية، لكن مدى تحدد من هي بالضبط القوات؟ هل كل القوات لو بس الأمريكية؟ السلام عليكم سيد الكريم. وعليكم السلام، مساء الخير للجمهور. حياك الله. مثل ما ذكرت، هو مجرد شعار، هي مجرد كذبة. الإطار يتمسك بها، وكل، وأنا أقول بصراحة، كل من يجلس في البرلمان ويمثل الأحزاب الشيعية في العراق، لأن هم عندهم قرار بعد ما مقتل قاسم سليماني، صدروا قرار مجلس النواب. وهم مفروض مجلس النواب يصدر قوانين مو قرار، حتى تكون الحكومة ملزمة. فهم يعني بسبب كذبهم ما حولوا القرار إلى قانون. هذا الشيء الأول، هذا انتهينا منه. الشيء الثاني، قبل كم يوم من أفضل جلسة لطرد القوات الأمريكية وقوات التحالف على قولتهم، الأحزاب الشيعية ما حضرت. طيب أنتم تبدون، وهذا شنو تقولون؟ هم يقولون الأحزاب السنية والأحزاب الكردية تريد بطال القوات الأمريكية، لأن هم عارفين أنه السنة والأكراد، طبعا وأنا أتكلم عن السياسة مو الشعب. صحيح العالم. صحيح، نعم بالضبط. فهم أساسا ما عندهم ثقة بيكم أساسا، الأحزاب السنية والأحزاب الكردية ما عندها ثقة بالشيعة الموجودين بالعراق عن السياسيين. نعم. فلذلك هم ما يمدون خروج القوات الأمريكية. طيب أنتم عندكم أكثر من السنتين، ليش ما حضرتوا؟ شنو السبب؟ هذا دليل على أنه الأكو التفاهم بين القوات الأمريكية وتفاهم بين الأحزاب الشيعية. ممتاز، كلامك ممتاز. أنا أشكرك شكرا جزيلا سيد أبو علي من واسط. طرحك بنقاط مهمة حقيقة، بها تساؤلات مهمة تطرح في هاي الحلقة. أستاذ عبد القادر، أبو علي يقول أنه رغم تذرعهم بأنه الأكراد والسنة انسحبوا وقاطعوا الجلسة اللي أقرت لمناقشة إخراج القوات الأجنبية، لكن أيضا أكو برلمانيين تابعين للأحزاب الشيعية ما حضروا. زاد السؤال الأهم، أنه الإطار التنسيقي نوابة يخرجون في وسائل الإعلام أكدوا في أكثر من مرة أنه إحنا نملك الغالبية داخل البرلمان، إحنا أكثر من النصف زائد واحد. شنو اللي منعهم من الاجتماع والموافقة على إخراج القوات الأجنبية بإقرار هذا القانون؟ يعني أولاً دعني أقول لك أن هذه الجلسة أنا أعتبرها من أخطر الجلسات في العراق. جلسة ما بعد ما مقتل أبي باقر الساعدي القيادي في الحشد، ومسؤول جرف الصخر ومسؤول وحدة الصواريخ فيها، والمرتبط مرتباطا وثيقا بالحرس الثوري الإيراني. وبالتالي هناك يعني تساؤل على العراقيين أن يتساءلوه لهؤلاء. يعني أولا، كيف علمت أمريكا بأبو باقر الساعدي؟ ثانيا، ما علم
الخلاف الشاسع الذي حدث باجتماع منزل المالكي بين الساعدي ومن جهه هذه العامري والمالكي، واصبح بينهم تهديدا صريحا. ثالثا، ما بعد يوم او يومين ذهب الساعدي للاجتماع بهادي العامري في منزله. نعم. وعند خروجه من منزله حقيقه تم قصفه. من الذي ابلغ الامريكان بانه خرج بهذه الدقائق من منزل هادي العامري؟ وثاني، من الذي ابلغ الامريكان ان هذه هي سياره ابو باقر الساعدي؟ نعم. وبالتالي هذا مسار خطها، ومعلوم ان هذه الحركات حركات سريه، يعني صحيح. اي شخص ربما عندما يتحرك وبهذا المستوى يتحرك بطريقه سريه. اذا هناك من داخل الاطار من اوصل للامريكان وهو يتعاون مع الامريكان عن هؤلاء وكشف. العراقيين لا يعلمون. نعم. كلنا لا نعلم ابو بكر الساعدي. صحيح. ولا كنا ندري قبل استهدافه بالمطلق، كان شخصيه مخفيه. اذا هناك تعاون وثيق ما بين بعض قوى الاطار التنسيقي والقوات الامريكيه، ويريدون تقديم كبش فداء حتى ترضى عنهم الولايات المتحدة الأمريكية. ثانيا، الجلسة عقدت بدعوة من قوى الإطار التنسيقي. نعم. والإطار التنسيقي يمتلك 180 عضوا. نعم. فيها بشكل صريح وواضح. نعم. لم يحضر سوى 60 في هذه الجلسة. فلذلك عندما أقول لك أن هذه أخطر جلسة، لأنها كشف للعراقيين والأمريكان أن الإطار التنسيقي مع بقاء قوات الاحتلال بدأ في لحظتها الإطار يروج لفكرة أنه الأكراد والسنة سحبوا، ولذلك ما يريدون الأمريكان يطلعون. ما يعني شيء، يعني بغض النظر نحن نرى أن الأطراف السياسية كلها أطراف ليست ولاءها للعراق، سواء كانت الأطراف السنية أو الكردية أو الإطار التنسيقي. مجمل أعضاء العملية السياسية ليس ولاءهم للعراق، وهم يجتمعون على مصالحهم الخاصة. السؤال أين 100 عضو، 120 عضو من الإطار التنسيقي؟ لماذا لم يحضروا؟ صحيح. هذا قضيتين بي، أولا الموافقة على بقاء قوات الاحتلال الأمريكية. نعم. وثانيا أنهم غير قاضبين على القصف، يعني لم يغضبوا على قصف ابو باقر الساعدي. بما هذا يقودنا الى سؤال استاذ عبد القادر، هل هم جادون وصادقون في اخراج القوات الاجنبيه الامريكيه بالذات من العراق؟ هل من مصلحتهم ذلك؟ لا ليس من مصلحتهم، ولذلك قلت لك هو تفويض عدم حضورهم الى جلسه اجتماع بعد مقتل ابو باقر الساعدي هو تفويض القوات الامريكيه بانهم غير قاضبين على قتل ابو باقر الساعدي. وهذه حقيقه، يعني نعم. بدليل مسؤول شبكه الاعلام العراقي الحكوميه، نعم. عندما تم اقالته اجتمع جميع الاطار. صحيح. لم يتغيب واحدا، ولكن صحيح. عندما قتل ابو بكر الساعدي تغيب 120 عضو. اذا القضيه لا تتعلق الا بانهم موافقون على الاحتلال، ويعلم الجميع انه المالكي من يقود الاطار التنسيقي، والمالكي صحيح. هو الشخصيه الوحيده بغض النظر عن اختلافنا مع كل العملية السياسية، لكن نعم. المالكي الشخصية الوحيدة الذي وضع أكاليل الزهور على قتل الجيش الأمريكي. نعم. المحتل باعتراف الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي أنها قوة احتلال، وبذات قانون الأمم المتحدة. صحيح. ومجلس الأمن الدولي يحق للدولة أو للشعب المحتل أن يقاوم. ذهب متحديا كل هذه الأمور ووضع أكاليل الزهور. نعم. فهل من يوضع أو من يضع أكاليل الزهور على قتلى جيش الاحتلال هو من يقود إخراجهم أو يطالب بإخراجهم؟ ومن طيب. جاء وتسلم الحكم من الاحتلال هل يمكن أنه هو من يناهض ويطالب بخروج الاحتلال؟ الجواب كلا. أنا أريد بس أقاطعك هنا أستاذ عبد القادر بجزئية تفضلت بها حضرتك، أنه المالكي يقود الإطار. هم الآن يقولون بأنه الكرة في ملعب رئيس الحكومة، احنا يعني رئيس الحكومة هو صاحب القرار النهائي في اخراج او بقاء القوات الامريكية. السؤال الاهم، اليس السوداني هو نتاج الاطار التنسيقي؟ هو افراز من افرازات الاطار التنسيقي؟ ما الذي سيختلف بالقرار؟ بالتأكيد هو الحكومة صاحبة القرار، بالتأكيد هذا كلام صحيح 100%. وكان لو كانت الحكومة جادة، واحنا قلناها منذ وقت مبكر، لو كانت جادة لقدمت مذكرة إلى مجلس الأمن الدولي تطالب به إخراج القوات الأمريكية أو التحالف الدولي من العراق. نعم. لكن لم يقدم، بل بالعكس أنا سأكشف معلومة. تفضل. وليس تحليلا برنامجا. تفضل. أن السودان الآن دفع لشركة أمريكية 1,000,000 دولار من أجل
أن يقنعون البيت الأبيض أن السوداني ليس الآن مع الفصائل وبالتالي إذن هم جميعهم يريدون أن يلتجئوا إلى القارب الأمريكي، وبالتالي تبرأوا من هؤلاء الذين هم بعدما كان هناك غضب أمريكي كبير عليهم تبرأوا جميعا، وبالتالي كل يحاول النجاة بنفسه وكسب ود الأمريكان، ومن يحاول ترميم علاقته مع الأمريكان وطي صفحة الماضي الذي يتهم بها السوداني بأنه يمول ويدعم ميليشيات الحشد وغيرها، هذا حقيقة الآن لا يمكن أن يعول عليه بأنه يطالب بإخراج الاحتلال. لذلك حقيقة الاحتلال مطلب رئيسي بقائه لقوى الإطار التنسيقي بشكل واضح وعلني وصريح ولا لبس في ذلك، ولا يمكن لهؤلاء أن يتاجروا، بل بالعكس أنا أقول مدة قصيرة من تجارتهم بمسألة إخراج القوات الأمريكية انكشفت، يعني لم تطل المدة كثيرا وهم يتاجرون. وهم مدى يتخذون خطوات جادة حتى يعكسون هذه الشعارات. أنا أريد أتوقف ويا حضرتك لحظات أستاذ عبد القادر، ذكرت جنابك معلومة مهمة. إحنا في غرفة الأخبار بقناة الرافدين مشاهدينا الكرام وأستاذ عبد القادر قمنا بعمل تقرير مفصل عن هذا الموضوع اللي تفضل به أستاذ عبد القادر، ألا وهو استعانة السوداني بشركة أمريكية إسرائيلية لوبي في سبيل تجميل صورة حكومته لدى المسؤولين في البيت الأبيض. بموجب العقد المبرم المبلغ اللي دفع من حكومة السوداني لهذه الشركة الأمريكية الإسرائيلية، ركزوا لي وياها، هو ما بين 800 ألف إلى مليون دولار أمريكي. خلونا نشوف هذا التقرير بتفاصيل أكثر عن هذا الموضوع ونرجع نكمل حديثنا ويا ضيفنا الكريم وحضراتكم. كل شعارات المقاومة والممانعة التي ترفعها أحزاب العملية السياسية وميليشياتها لم تمنعها من دفع أموال طائلة لشركات أمريكية إسرائيلية بهدف البقاء في السلطة. ففي فضيحة جديدة تعاقدت حكومة السودان من خلال سفارتها في واشنطن مع لوبي أمريكي إسرائيلي ممثلا بشركة سيكوير باتون بوغز عبر دفع 65 ألف دولار شهريا مقابل الضغط لمدة 12 شهرا لصالح الحكومة وفقا لما ذكرته صحيفة بوليتيكو. وبحسب تقرير الصحيفة الأمريكية فإن الغرض من العقد هو تقديم المشورة السياسية والتواصل فيما يتعلق بالعلاقات الثنائية السياسية والتجارية بين بغداد وواشنطن في ظل تزايد التوترات في الشرق الأوسط. واستندت بوليتيكو في تقريرها على بيانات نسخة من العقد المودعة لدى وزارة العدل الأمريكية والمؤرخ في الثاني من شباط من عام 2024، مشيرة إلى أن حكومة السودان استعانت عبر سفارتها في واشنطن خلال الأسابيع الأخيرة بمحامين ورجال أعمال وشركات لهذا الغرض، كما جددت عقدها مع شركة اللوبي والاتصالات كوجنت للاستراتيجيات، وذلك بهدف قيادة ومراقبة التغطية الإعلامية وتعزيز حضور السفارة على وسائل التواصل الاجتماعي. وأضاف التقرير أنه وكجزء من تمديد هذا العقد لمدة عام فإن الرسوم التي ستتقاضاها شركة كوجنت ستزيد من 200 ألف دولار إلى 310 آلاف دولار. وكانت منظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي داون قد كشفت أن أعضاء بالكونغرس الأمريكي يتعاونون مع من وصفتهم بحكومات مسيئة في الشرق الأوسط عبر لقائهم ممثلي جماعات الضغط العاملة لصالح تلك الحكومات في الولايات المتحدة، والذين يحرفون سجل هذه الحكومات في إطار سعيهم لضمان الدعم العسكري والدبلوماسي الأمريكي، ما يكشف كذب ونفاق أحزاب العملية السياسية وميليشياتها التي تطالب في العلن بخروج القوات الأمريكية وتدعي عداءها لإسرائيل، لكنها لا تتورع عن استنزاف أموال العراق لتحسين صورتها في عين أمريكا عبر شركات إسرائيلية. يعني سبحان الله، مفضوحين وريحتهم طالعة. احنا بس دريد نأكد المؤكد انه هؤلاء الذين يدعون مقاومتهم للاحتلال ويدعون مطالباتهم بإخراج القوات الأمريكية وحملهم لشعار مقاومة الاحتلال هم مجرد عملاء ووكلاء لا أكثر ولا أقل، مجرد سماسرة لهاي الدول أمريكا وإيران في سبيل تدمير هذا البلد. خلونا قبل لا أرجع لضيفي الكريم أخذ بس أبو علي من لندن. تفضل يا أبو علي، حياك الله. الله يحييكم، سلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ محمد، هاي مال مسرحية الميليشيات يطلبون بإخراج القوات الأمريكية وقوات التحالف، هذه كلها مسرحية أخي. نعم. يعني تصور باكر ماكو أمريكا بالعراق ولا أكو قوات تحالف بالعراق، زين؟ هذا الشعب مو يقوم عليهم يقول لهم تعال عمو شنو هذا السلاح اللي عندكم، شنو ها شنو هاي السيطرات اللي هاي كلها مسرحية. بالعكس الميليشيات والفصائل ها المقاولة والمماتعة مستفادين من هاي المسرحية، مستفادين من الوجود الأمريكي والقوات التحالف بالعراق، زين؟ نعم. اللي يسرقون وينهبون. بعدين دول العملاء المدللين لهم أخي، الإسرائيل وأمريكا وبريطانيا وقوات التحالف كلها. بعدين إحنا الأحرار العراق، شرفاء العراق، ما نرضى أمريكا تطلع والقوات التحالف يطلعونها. أخي هاي زبالتكم، أنتوا جبتوها وإذا أنتوا فكرتوا تريدون تطلعون أخذوا زبالتكم وأخذوا ميليشياتكم وطلعوا، وتخلون زبالتكم وتخلون ميليشياتكم علينا. نعم. ها لأن أنتوا جبتونا إياها وطلعون، إحنا ما نسمح لكم. كلام سليم، كلام سليم. أنا أشكرك سيد أبو علي من لندن، شكرا جزيلا أنه حطرح هاي النقطة اللي تفضلت بها على ضيفي الكريم، وهي تأكد اللي تفضل به أيضا السيد أبو علي من واسط قبل شوية. أستاذ عبد القادر، الرأي يقول من الأخ أبو علي وقبل أخ أيضا أبو علي من واسط، أنه بالنسبة للسياسيين السنة أو الأكراد أو حتى بعض العراقيين يقولون خروج القوات الأمريكية يعني استفحال إيران في العراق وميليشياتها، مثل ما تفضلت حضرتك ربما أيضا بيئة ستصبح بيئة مناسبة لدخول الروس والصينيين أيضا. مو من مصلحة هذه الجهات أنه أمريكا تطلع الآن لأنه سيفترسون من قبل ميليشيات إيران. هذا رأي، شنو رأيك به؟ هل تتفق أم لك وجهة نظر أخرى؟ لا، هذا كلام حقيقة، يعني مع احترامي لقائله أو مروجيه، نعم الأطراف السياسية تروج ذلك الكلام، لكنه ساذج سياسيا، لأن الأمريكان لم ينفعونا بشيء. يعني هل الأمريكان واجهوا الميليشيات بشكل واضح وصريح أم أنهم دعموها بالسلاح؟ اثنين، هل الأمريكان ساعدونا في إرجاع جرف الصخر عزيز بلد وإرجاع النازحين بعد أن أخذت عنوة وتحت السلاح، والقانون الدولي يعدها جريمة إبادة جماعية لأنه تطهير عرقي وطائفي واحتلال منازل خاصة وتهجير مئات الآلاف من منازلهم؟ هذا كله حقيقة القانون الدولي في حقوق الإنسان يبيح تدخل الدول تحت بند حقوق الإنسان وإيقاف هذه الجريمة. هل الأمريكان ساعدونا في ذلك؟ الجواب كلا. هل الأمريكان الآن يعني مشكلتهم مع الفصائل لأنهم يحتلون القائم ويتخذون من الحدود العراقية السورية تهريبا للميليشيات وللسلاح وللمخدرات؟ الجواب كلا. وبالتالي الأمريكان لم ينفعونا حتى نقول أن السنة أو بعض هذه الأطراف تريد أن تتكلم بأن المناطق تريد الأمريكان خوفا من إيران، بل بالعكس أدخل الميليشيات إلى مناطقنا وإلى محافظاتنا هم الأمريكان. نعم. من قصف وصل بطائرات التدميرية حتى يتدخل هذه الميليشيات هم القوات الأمريكية والتحالف الدولي وكذلك في الأنبار. إذن هؤلاء كانت تستخدمهم الولايات المتحدة الأمريكية كجزمة على أرض الميدان لتنفيذ مشاريعها الخبيثة باتجاه إيذاء الشعب. لذلك حقيقة الأمريكان ليسوا يعني هم من يحمي هذه المناطق حتى نقول إلى قديش ما عندهم ولاء الولائيين لأمريكا مثل ما يقولون لإيران، إيران وقفت معنا وساعدتنا، رغم أنه مثل ما تفضلت التحالف الدولي هو اللي كان يمشط الأرض بالنسبة لهذه القوات والميليشيات، هو كان العين التي تشاهد وتراقب أرض المعركة من فوق، وما اعترفوا بهذا الفضل ولا قالوا شكرا أمريكا مثل ما قالوها في بداية الاحتلال. شنو السبب في تغير الخطاب الآن؟ التغير لأن المشروع الإيراني ذهب باتجاه المعسكر الروس الصيني، وبالتالي تعلم أن هناك صراع على القطبية الأحادية مع الولايات المتحدة الأمريكية، وأن جل هذه الصراع في منطقة الشرق الأوسط. وإذا ما نظرنا إلى الخارطة الجديدة، لا خارطة الدول إنما خارطة الطرق الحريرية، هناك اتفاق في الهند على طرق حريرية، وهناك الصين تريد طرق حريرية، والولايات المتحدة وأوروبا تريد طرق حريرية. فإذا ما نظرنا إلى هذه الخارطات جميعا على صبورة واحدة أو على شاشة واحدة لرأيناها كلها تعمل
تمر عبر العراق والمنطقة. نعم. المنطقة العربية والتركية. وبالتالي من يسيطر على هذه الطرق سيسيطر على اقتصاد العالم. لذلك نحن أمام صراع القطبية الثنائية ما بين المعسكر الرأسمالي الذي تقوده أمريكا وأوروبا وبريطانيا. نعم. وما بين المعسكر الاشتراكي التي تقوده الصين ومن ثم روسيا والآن إيران التحقت بهم. وبالتالي هذا الصراع الكبير على المنطقة هو صراع لوجود قادم وللسيطرة على اقتصاد أوروبا والقادم وعلى منابع النفط وعلى الوقود والغاز. لذلك الصراع ليس صراعا عاديا. فبالتالي هؤلاء عندما ينحازون لإيران لأنه الآن يريدون بعد أن دعمتهم أمريكا الآن يريدون حقيقة أن تستفرد بالساحة إيران وعلى أمريكا أن تعطي الساحة بالكامل لإيران. وبالتالي هذا هو الصراع. لذلك هم يشكرون إيران ولا يشكرون أمريكا مع أنهم لولا القصف الأمريكي لما تحدث. لذلك حقيقة أنا أقول بصريح العبارة حتى نضع يعني خاتمة لهذا السؤال، أقول أنه لو خرجت الولايات المتحدة صادقة من العراق ودون مخابراتها وجيشها، أقول لضيفك من لندن ولغيرها أن هؤلاء الذين يحكمون وتراهم سيتبخرون لأن الشعب العراقي أقوى منهم. الشعب العراقي لو كانت هناك فرصة حقيقية لأن يقول كلمته هؤلاء ما بقوا نهائيا. ولذلك أصوات ثورة تشرين في عام 2019 يعني وهي سلمية يعني أدهتهم من الوجود. نعم. لولا أن استخدموا آلة البطش والقتل هؤلاء الشباب ماذا كانوا يريدون؟ كانوا يقولون كلا أمريكا كلا إيران. نعم. فلو كان هؤلاء صادقين لهؤلاء لسكتوا لأنها إرادة الشعب تريد أيضا أمريكا تخرج. لكن لذلك أقول لك أن الشعب العراقي موحد ضد إخراج جميع قوات الاحتلال وليس جزءا على حساب جزء. طيب. واحد. لذلك عندما صدح صوت الشباب في جنوب. نعم. العراق كلا أمريكا كلا إيران، فتحوا النار عليهم فقتلوا 1000 وجرحوا 30,000. ولذلك حقيقة الشعب العراقي مهيئ للانقضاض. نتكلم عن 80 أو 81% يقاطعون الانتخابات عن دراية وفهم، وهؤلاء كلهم مهيئون للانقضاض على. طيب أستاذ عبد القادر إذا تسمح لي، تقارير أمريكية من صحف متابعة للشأن العراقي ومنطقة الشرق الأوسط تقول بأن إيران لا تريد خروج القوات الأمريكية من العراق، لأن هذا الموضوع إن تم بضغوطات داخلية سيفتح الباب أمام الضغوطات الأمريكية على الإيرانيين أنفسهم من خلال عقوبات أكثر، تضييق مالي أكثر، ممكن استهداف للمصالح الإيرانية في العراق. وهذا الموضوع ليس من مصلحة إيران أن تفتح على نفسها هذا الباب، وبالتالي إيران لا تريد، بل بالعكس إيران تدعو إلى التهدئة مع الأمريكان. إيران هل يمكن لها أن تدخل العراق لولا موافقة الولايات المتحدة الأمريكية؟ إيران هل يمكن لها أن أسست مجلس الحكم برعاية بول بريمر من أحزابها التي تدربت داخل إيران لولا الموافقة الأمريكية؟ إيران هل يمكن لها أن تتمدد في سوريا والعراق وتستخدم العراق وموارده المالية لدعم كل الميليشيات المرتبطة بها لولا الموافقة الإيرانية الأمريكية؟ كلنا يعلم أن العقوبات الأمريكية على إيران نفذت منها بسبب الموافقة الأمريكية على التعاقد مع إيران بمليارات الدولارات سنويا، نصل إلى 20 مليار أو أكثر. صحيح. من خلال التعاقدات مع الإيرانيين. نعم. الغاز وغيره والمواد الغذائية. اليوم أقل تقدير الخضار الذي هو يزرع في داخل المنازل الآن يستورد من إيران. لذلك. نعم. حقيقة أمريكا خدمت إيران، ومعلوم تماما منذ 2003 أبطح قالها لولا إيران لما سقطت كابل وبغداد. لذلك حقيقة. نعم. التعاون الموجود ما بين أمريكا وإيران مستمر إلى هذه اللحظة. نعم يختلفون على وحدة الساحات، على اليوم المشاريع الكبرى ممكن أن تؤسس لمشكلة قادمة من خلال أن إيران تتجاوز الخطوط الحمراء، ممكن العلاقة ما بين الصين وأمريكا تتطور وبالتالي إيران لا يمكن لها أن تخرج من مشروع الصيني بسبب أن إدارة الأمن الإيراني الداخلي أصبح للصينيين عمقا فيه. هذا كله للمستقبل. لكن أن الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني الإسرائيلي هو من سمح لإيران أن تلعب بالورقة الطائفية والمذهبية. تمام. داخل
أجساد الدول العربية وتمزيق شعوبها وتهجيرها لصالح توسع الكيان الصهيوني والاستفراد بفلسطين. لذلك هذا البعبع حقيقة هم من أوجدوه وهم من دعموه وهم من يعني نفخوه ليكون بعبعا كبيرا في المنطقة والتجاء دول الخليج إلى أمريكا أكثر، وبالتالي السيطرة على منافذ النفط والغاز بطريقة أكثر، ثم تدمير هذه الشعوب حتى لا تكون عاملا داعما للقضية الفلسطينية بشكل أيضا واسع. هذا كله حقيقة بسبب إيران، ولذلك إيران خدمتهم، والتخادم الأمريكي الإيراني هو الذي جعل الإيران تتمدد. فلذلك ليست من مصلحة إيران أن تطالب بخروج الأمريكي. إذا تكلمنا عن المشاكل اللي يعاني منها الشعب، يمكن يكون التوجيه أو يكون الرد من الشعب العراقي أنه بسببنا إحنا السبب فيما وصل إليه حال البلد. الأشخاص اللي يدعون تمثيل محافظاتنا أو يدعون تمثيلنا كعراقيين، اللي مسكوا زمام الأمور من 2003 بفعل الأمر الأمريكي التعاون الإيراني كذلك، هم السبب فيما وصل إليه الحال. والنتيجة هذا الولاء المطلق وهي التبعية المطلقة، أنه هاي الصورة اللي يريد نشوفها وحضرتك أيضا روجت لها في موقع أكس أستاذ عبد القادر، لاستقبال حسين محسن المندلاوي رئيس مجلس النواب بالنيابة، طبعا استقبل رئيس السلطة القضائية الإيراني يوم أمس الأربعاء. الصورة أمام حضراتكم، غلام حسين إيجي والوفد المرافق له بحضور عدد من النواب والسفير الإيراني في العراق محمد آل صادق. وين مقعدة للإيراني؟ مقعدة بالصدر، مقعدة في مجلس النواب في مكان كرسي الرئيس. أستاذ عبد القادر، أنت علقت على هاي الصورة، أكو تعرف الذباب الإلكتروني للإطار التنسيقي رأساً انتفض وجاوب وقال لك هاي مو غرفة، هاي مو قاعة البرلمان، هاي قاعة اجتماعات. لكن أيضاً رد هناك كثيرون وقالوا بأنه ليست هذه قاعة اجتماعات، هذه قاعة لتداول شؤون سيادية خاصة بالعراق، قرارات تتعلق بالمواطن، قرارات تتعلق بالدولة، أكو مكان خاص للاجتماعات برا البرلمان، روحوا التقوا به. تعليقك على هاي الصورة. اولا هذا اجتماع رسمي برئاسة هذا مسؤول القضاء الإيراني. هذه اول، جميع رؤساء الكتل واللجان البرلمانية كانوا حاضرين، وبالتالي لا يمكن أن تبرر بطريقة أنه اجتماع أو أنه لقاء وليس اجتماعا. لأنه حق على حتى وكان لقاء، على أي أساس السلطة القضائية تأتي تجتمع على أي أساس مع البرلمانيين؟ هل أن هؤلاء يريدون توصية لقوانين تمرر من داخل البرلمان؟ هذا أولا. ثانيا أن هكذا شخصيات يقدم لها في دار الضيافة مكانا إذا يمكن أن يزورها أحد أو تستقبل أو أن تذهب لزيارة شخصية. يعني لو أنها ذهب هذا الشخص لزيارة المندلاو في غرفته كان طبيعيا، لكن أن يذهب باتجاه كل قاعات البرلمان هي قاعات الاجتماعات الرسمية. وهذه القاعة إذا ما نظرنا إلى الخلف كانت هي أيضا مسرحا لولادة العملية السياسية أو تشكيل الحكومات والاتفاقيات على الأسماء وعلى بعض القاعات قبل أن يذهبون إلى التصويت داخل مجلس النواب، باعتبار أن رئيس كتلة هو الذي يتكلم عن النواب التابعين له. فلذلك لا مبرر. هذا من الناحية الأولى. من الناحية الثانية، أخلاقيا إيران قصفت أربيل وتعدت على سيادة العراق، وهناك تشكيل لجنة لمعرفة ملابسات الأمور، وكما يقولون أننا قدمنا شكوى كما تقول، وما قدمنا شكوى للأمم المتحدة على التعدي للسيادة العراقية. وبالتالي إذا كان هؤلاء يستقبلون بهكذا أمور ولا زالت الأطفال الجرحى في مستشفيات أربيل تعالج فضلا عن التي أريقت، وإيران تتدخل، لا أريد أن أقول أنها تدخلت وتتدخل، هم ينفون ذلك، لكن هذه صواريخ باعتراف إيرانية. صحيح. هل من المعقول أن يتم الحفاوة بهكذا مسؤول إيراني دون خجل؟ لو قلبنا الصورة، قاتل أبو باقر الساعدي لو استقبل أطراف الكردية وجلسوا معه بهكذا اجتماع، ماذا ستكون ردة فعل الإطار التنسيقي؟ التهم جاهزة والتسقيط موجود. أنا بس أريد أقول على أذكر الجزئية اللي خرج بيها مكتب المندلاوي. المندلاوي ناقش ويا رئيس السلطة القضائية غلام حسين إيجي الاعتداءات الأمريكية المتكررة. شوف، رئيس السلطة القضائية ونائب رئيس برلمان
تمام او رئيس برلمان حالي بالوكاله، يناقشون الاعتداءات الامريكيه المتكرره على المواقع والشخصيات العراقيه المخالفه للقانون. ويقول المندلاوي انه البلاد حريصه، مجلس النواب حريص على تنفيذ قرار السابق باخراج القوات الاجنبيه، طبعا ما حدد يا قوات، ويقول بانه الفتره القادمه ستشهد تشريع قانون لانهاء تواجدها بالكامل، وانه العراق بلد قوي لا يحتاج قوات اجنبيه لحمايته. عجب هذا الكلام يوجه للايراني ايضا لو بس للامريكان؟ لا، هذا يوجه، ولذلك انا قلت واقول دائما أن هذا الاجتماع ذو رسائل داخلية وخارجية. الرسالة الخارجية هو أن القوانين البرلمانية بيد إيران، ولذلك حقيقة هي رسالة إلى الولايات المتحدة الأمريكية أن تفاوض مع إيران حتى لا يتم إقرار قانون إخراج القوات الأمريكية بالبرلمان. هذه هي الرسالة، رسالة من الداخل العراقي إلى الأمريكان بأننا نحن أصحاب القرار، فالتفاوض معنا بشكل مباشر وليس عبر ثانيا، الرسالة داخلية إلى الشعب العراقي أن جميع القرارات والقوانين لا يمكن أن تشرع دون الموافقة الإيرانية. نعم. فالأب الروح لهذه القوانين هو مسؤول السلطة القضائية غلامي للجانب الإيراني. نعم. لذلك حقيقة ما يناقش، على أي أساس يناقش مع السلطة القضائية؟ لماذا لا يناقش مع السلطة البرلمانية في الإيرانيين؟ هو يريد أن يقدم المندلاوي وصفا للإيرانيين أننا متعهدون لكم بما تملون علينا، ولذلك وحدد هذه المفردات الثلاثة. هل يمكن له أن يحدد بقوانين أخرى؟ هل يمكن له أن يقول أننا سنناقش تواجد المنظمات الإرهابية على الأراضي العراقية؟ هل يمكن له حدد امورا اخرى بذات القوانين التي يمكن ان تهتم بها الشعب العراقي؟ يا سيد العزيز، الى هذه اللحظه هذه الحكومه وقعت اتفاقيات على ربط كهربائي يستفاد منه الشعب العراقي بصوره حقيقيه ليست وهميه. نعم. الى هذه اللحظه معطل لانه مع الجوانب العربيه. صحيح. صحيح. وبالتالي هم يريدون فقط ان يكون مع الايرانيين فقط، لذلك حقيقه هي رسائل داخليه وخارجيه، وبالتالي تؤكد تبعية المندلاوي بشكل واضح وصريح، وأن رئاسة، وهي رسالة أيضا للأطراف السياسية، أن رئاسة البرلمان أصبحت بدل ما كانت من ضمن المحاصصة السياسية أنها للمكون السياسي السني داخل البرلمان، الآن أصبحت السلطة البرلمانية بالكامل لصالح إيران، وأن المندلاوي هو رئيسها ليس لا وكالة ولا غير وكالة، وبالتالي صحيح. يدفعون بها الدفار. طيب الحشد اللي يعني إلى من الانتهاكات ما حقيقة يعني لا يسعنا الوقت على ذكرها، لكن الفكرة من الموضوع أنه السوداني أعلن قبل فترة بأنه العراق انتهى رسميا من داعش، وطبعا حيدر العبادي كان قد سبق وصرح بهذا الموضوع في يوم سمى يوم النصر. اليوم أيضا السؤال هو أنه فيما لو أصرت هذه الميليشيات واستمرت بطرحها لفكرة إخراج القوات الأجنبية، ما الشماعة التي سيبقى لها لتعلق عليها وجودها فيما لو خرجت القوات الأجنبية فعلا من العراق؟ يعني أولا هذه كلها حقيقة ادعاءات فارغة، لأنهم يربطون تواجد هذا السلاح والميليشيات بخروج القوات الأمريكية من العراق. لو خرجت القوات الأمريكية هذا السلاح سيوجه إلى العراقيين، بدليل الآن بادية السماوة، وهذه معلومة أيضا ليس تحليلا، أكشفها عبر قناتكم، بادية السماوة وهي منطقة صحراوية في السماوة، وهي طبعا جهة المقابلة السعودية. وهي الجهة المقابلة لبادية السماوة هي رفحاء، الذي يعيش فيها هؤلاء في رفحاء، وبالتالي الآن شركة المهندس الذي أسسها السوداني ودعمها ب100 مليون دولار، جعلها شركة تجارية، ولا أعلم ما علاقة الحشد بهذه الشركة. صحيح. مع شركات لبنانية والحرس الثوري الإيراني يبنون هناك أكبر منطقة عسكرية وثكنات عسكرية لصالح الحرس الثوري الإيراني. يبنون تحت الأرض، في خارج الأرض هناك مزارع وغيرها. لكن داخل الأرض هناك ملفات كثيرة وهناك أنفاق، وبالتالي هؤلاء يعلمون من الجانب السعودي أن منطقة رفحاء هي منطقة أيضا يعرفون تضاريسها الجغرافية لأنهم كانوا يسكنون فيها. صحيح. وهي أقرب منطقة للمدينة المنورة. نعم.
وبالتالي نحن نتكلم عن مشاريع أخرى ربما تؤسس هناك. فهل يمكن لمن يؤسس مشاريع عسكرية في بادية السماوة ويفك صوب المدينة المنورة ليكون طريقاً أو تواجداً لاحتلالها وإحياء بعض الأمور هناك كما يريدون، هل يفكر هؤلاء بحل أنفسهم بعد خروج الاحتلال؟ الجواب إذا أكو مشاريع أكبر تحميهم السلطة وكل أموال وتسليح السلطة يذهب إليهم. يعني العراق الآن إذا ما أخذنا بالأرقام المليارية ينفق سنوياً على القضية العسكرية أكثر من 5-9% من الميزانية المالية. صحيح. وهو رقم كبير وصعب، يعني السعودية تنفق 5%. نعم. والدول المتقدمة لا تتجاوز 7%، العراق يصل إلى 9%. أين هذا السلاح الموجود؟ طيب، أنا أكتفي وياك بهذا القدر أستاذ عبد القادر، وأشكر حضرتك. شكرا جزيلا أستاذ عبد القادر النايل الكاتب والباحث السياسي معي في هذه الحلقة من منبر الرافدين عبر سكايب. شكرا جزيلا لتواجدك ويانا أستاذ عبد القادر، وأشكر أيضا من شاركنا في هذه الحلقة من المشاهدين الكرام ومن تابعنا عبر شاشة قناة الرافدين. نلقاكم إن شاء الله في حلقة قادمة، دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.